أي الطرفي المتصارعين، لا الشرطة ولا المتظاهرين. وفي اجتماع للجنة التشريعية بنقابة الصحفيين مع عدد من شباب الصحفيين الميدانيين، بحث الحضور كيفية توفير الحماية للمراسلين قانونيا وفتح باب عضوية الانتساب أمام شباب الصحفيين وتوفير الضمانات اللازمة لحماية أبناء المهنة مما اسمه السخرة المتبعة داخل الجرائد الخاصة وإصدار تشريعات لمنع استغلالهم والتضحية بهم داخل الاشتباكات من دون تأمين والمتاجرة بحلمهم في الالتحاق بنقابة الصحفيين. هم بيستعبدوهم فترات طويلة جدا، والنهاردة احنا بنلوز بنقابة صحفيين من جهة وبنقول لهم خدوا بالكم ان الصحفيين اللي موجودين في الشارع في مؤسسات صحفية لا يتم المعاملة الرقية معهم، هيجي عليهم يوم وهينفجر وانفجار شديد هيهز اركان نقابة الصحفيين بالكامل. ونظم عدد من الصحفيين وقفة احتجاجية على سلالم النقابة عبروا خلالها عن تنديدهم بمقتل شهيدة الصحافة ميادة أشرف، مؤكدين تمسكهم بمطالبهم في ضرورة فتح تحقيق فوري وعاجل في مقتل 12 صحفيا منذ ثورة 25 من يناير وتوفير مظلات تحمي شباب الصحفيين غير المعينين وهما سيظل مرهونا بصدور تشريع من قبل مجلس الشعب المنتظر تشكيله. شذا مجدي، النيلة. الارتقاء بمنظومة الصحة في مصر من أهم التحديات التي ستواجه الرئيس القادم، ما يتطلب وضع سياسة واضحة وإرادة حقيقية للنهوض بهذه المنظومة. يطالب العاملون بالمستشفيات العامة بضرورة توفير إمكانيات وخدمات مناسبة حتى يتم تقديم خدمة جيدة للمريض، ومشيرين أيضا إلى ضرورة تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد. آلام ومعاناة تراها في عيون المرضى داخل المستشفيات العامة، مشهد تراه الآن ربما يكون أفضل قليلا من وضع مستشفيات عامة أخرى، ولكن وسط هذه الأجواء التي يعيشها كثير من المصريين الذين يترددون على هذا المكان، هل يجد المريض الفقير قبل الغني خدمة طبية تغنيه عن اللجوء إلى المستشفيات الخاصة ليأخذ خدمة طبية فعالة بدون شقاء؟ أنا كشفت حضرتك مخ وأعصاب، فقال لي تعمل إشعة مقطعية، فروحت ده خدت الورقة ودخلت قالوا لي الخدمة عليها ب30 جنيه والإشعة جوه ب138 جنيه، فحضرتك خدت الورقة وخرجت. هم طلبوا مني حضرتك صمام، والصمام ده حضرتك ب1700. أنا استفسرت من الدكتور كده، يعني أنا ما بتكلمش من وجهة نظري، أنا استفسرت من الدكتور قال لي ده ب1700 جنيه من بره، يا اما تروح تبع التامينات، وطبعا التامينات موال وموال حضرتك. تحديات كثيره ما زالت تواجه المنظومه الصحيه، الامر الذي يتطلب رفع موازنه الصحه بشكل يقارب حتى المعدلات العالميه والانفاق على المستشفيات الحكوميه وتطويرها لتعود الى دورها الاصلي الذي انتزعته منها مستشفيات القطاع الخاص بالرغم من تكلفتها العاليه على المرضى. احنا ما عندناش الامكانيات. لو تعرفي ان احنا في مستشفى جامعي زي كده، يمكن معظم الحاجات اللي احنا بنعملها من تجديدات في الاسم بتاعنا، يعني مش عايزه اقول ان هي تبرعات. اللي احنا محتاجينه دلوقتي احلال وتجديد الميكروسكوب الجراحي، وده متقدم. محتاجين اجهزه تخدير احدث، وبعض الآلات اللي بنستخدمها في العمليات. أطباء، مرضى، عاملون، أطراف مختلفة في المنظومة الصحية تأتي في مقدمة الملفات المطروحة أمام الرئيس القادم، فلا شك أن الاستثمار في الصحة هو السبيل الأفضل للنهوض بالأمم، فأمة بلا أصحاء ليس لها هوية ولا مستقبل. يقولون دائما دوام الحال من محل، بهذه الفلسفة في الحياة ربما تتغير أوضاع هؤلاء مع مجيء الرئيس القادم، شريطة أن تكون هناك إرادة حقيقية وتخطيط جيد لإصلاح المنظومة الصحية التي تمس حياة الإنسان في المقام الأول. أسماء حسن، النيل. وفي الملف الفلسطيني، حذر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري من أن مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية تمر بلحظة حرجة. تصريحات كيري جاءت تعقيبا على لقاء أمريكي إسرائيلي فلسطيني لمناقشة المساعي لدفع مفاوضات السلام مرة أخرى بعد رفض إسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين وتوقيع الفلسطينيين على عدد من الاتفاقيات الدولية.
توقفت مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في واحدة من أصعب محطاتها الكثيرة، لحظة وصفها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بأنها حرجة. وخلال الأسابيع الأخيرة سعى وزير الخارجية الأمريكي إلى دفع المفاوضات مرة أخرى بين الجانبين، ورغم الأزمة التي تمر بها إلا أنه عبر عن نبرة تفاؤلية بشأن إمكانية العودة للمفاوضات. تأتي تصريحات كيري عقب المباحثات الثلاثية التي جمعت بين المبعوث الأمريكي مارتن أنديك مع وزيرة العدل الإسرائيلية سي بي ليفني والمسؤولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين ومع كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات. مصادر صحفية ذكرت أن الاجتماع شهد تصعيدا من الجانبين، حيث هددت ليفني بفرض عقوبات على الفلسطينيين، في حين هدد عريقات بمقاداة إسرائيل في اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم حرب إذا واصلت إجراءاتها التصعيدية. كان التصعيد السمة الرئيسية لهذه المرحلة الحرجة، حيث وقعت السلطة الفلسطينية على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ردا على عدم إفراج إسرائيل عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين والتوسع في بناء المستوطنات. هي خطوة على طريق طويل لتأكيد مكانة فلسطين على الصعيد السياسي ودوليا، ولتحقيق الهدف الذي نسعى إليه، وهو اعتراف العالم بأسره بما فيها المنظمات والمؤسسات الدولية بمكانة دولة فلسطين كدولة متساوية في الحقوق، ولكنها دولة خاضعة للاحتلال. وفي إطار المساعي الدولية والإقليمية لمحاولة إنقاذ مفاوضات السلام التي تعد القضية الرئيسية بالمنطقة، دعت الجامعة العربية إلى اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية الأسبوع القادم من أجل بحث مستجدات المفاوضات المتعثرة بين الجانبين. وإلى تطورات الملف السوري، قتل سوري وأصيب ثلاثة من عناصر جبهة النصرة في تبادل لإطلاق النار مع قوات تأمين حاجز للجيش اللبناني في منطقة عرسال الحدودية بعدما حاولوا اجتياز الحاجز ولم يمتثلوا لأوامر التوقف. حدث هذا كله بينما أصيب سبعة من المواطنين السوريين بجروح جراء سقوط ثلاث قذائف حان أطلقها مسلحون على منزل بالقرب من حديقة الجاحظ ومحيط دوار الجمارك بدمشق. كان عشرة من مقاتلي المعارضة السورية وستة جنود من الجيش السوري النظامي قد قتلوا في تجدد للمعارك بين الطرفين في محافظة اللاذقية الساحلية. أعلنت المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة أن عدد اللاجئين السوريين المسجلين في لبنان تخطى 1,000,000 لاجئ، مشيرة إلى أن لبنان يستضيف أكبر كثافة من اللاجئين في التاريخ الحديث. أوردت المفوضية في بيان لها أن عدد اللاجئين الذين فروا من النزاع في بلادهم بات يوازي ربع تعداد الشعب اللبناني، واصفة هذا الرقم بأنه عدد قياسي كارثي خاصة مع نفاد الموارد بشكل سريع. فشلت الكتل السياسية المختلفة في المؤتمر الوطني العام الليبي في التوصل إلى تسمية رئيس وزراء جديد بعد أن رشح اسم عمر الحاسي بجامعة بنغازي كرئيس مقبل للوزراء، تمت هناك محاولات جرت لتقليص الخلاف بين أنصار المرشح عمر الحاسي وبين المرشح محمد بوكر رئيس مصلحة الأحوال المدنية. يأتي هذا في الوقت الذي حاولت مجموعة يقودها الناطق الرسمي للمؤتمر عمر حميدان الدفع برجل الأعمال عبد الباسط إقطيط كمرشح توفقي. في العراق قتل 4 أشخاص وأصيب 12 آخرون في انفجار سيارة مفخخة قرب مطعم شعبي شمال قضاء طوس بمحافظة صلاح الدين شمال بغداد. وأفادت مصادر إخبارية أن الانفجار نتج عن سيارة مفخخة كانت بالقرب من مطعم شعبي، ومن جانبها طوقت قوات الأمن موقع الحادث ونفذت عملية مداهمة وتفتيش.
قتل أكثر من 40 عنصرا من عناصر الدولة الإسلامية في العراق والشام في هجوم على وحدة عسكرية جنوب بغداد. وقد أفاد المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد العميد سعد معين أن القوات الأمنية تصدت لمحاولة فاشلة من قبل عصابات داعش لاقتحام إحدى الوحدات العسكرية في منطقة جنوب بغداد، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 من عناصر داعش. وفي نشرتنا أيضا، ولكن بعد الفاصل، انطلاق أعمال الجولة الثالثة من المباحثات بين القوى الدولية وإيران حول برنامجها النووي. مجلس الوزراء يستعرض اليوم تطورات الوضع الأمني والتشريعات الجديدة التي سيتم إصدارها لمواجهة الإرهاب. كيري يقول إن مفاوضات السلام الإسرائيلية الفلسطينية تمر بلحظة حرجة. تجدد القتال باللاذقية بين قوات النظام ومقاتلي المعارضة السورية، والأمم المتحدة تقول إن عدد اللاجئين السوريين في لبنان تجاوز 1 مليون لاجئ. ونتحاور في بانوراما النيل متابعة أخبار المال والأعمال. أخبار الاقتصاد في هذه النشرة مع حنان الخولي، تفضلي حنان. شكرا لكم أمل ومي. مشاهدينا، أهلا بكم في هذه الوقفة الاقتصادية وأبرز ما فيها. البورصة المصرية تعاود الهبوط الحاد ومؤشرها يخسر 2.89% في نهاية تداولات الأسبوع. عودت البورصة المصرية هبوطها الحاد لدى إغلاق تعاملات اليوم نهاية تداولات الأسبوع، متأثرة بعملية بيع من المستثمرين المصريين خاصة المؤسسات وصناديق الاستثمار. قبلها عملية شراء انتقائية من المستثمرين العربي والأجانب. وقد خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة نحو 10 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى 461.2 مليار جنيه وسط تداولات بلغت 1.45 مليار جنيه. وقد هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنحو 2.89%. في السياق ذاته، قررت إدارة البورصة المصرية إعادة التعامل على أسهم الشركة المصرية للاتصالات بعد إعلانها عن موافقة الجهات المختصة بالحكومة لمنح الشركة المصرية للاتصالات رخصة لتقديم خدمات المحمول بدون ترددات مقابل 2.5 مليار جنيه. كانت وزارة الاتصالات قد أعلنت في وقت سابق عن منح الشركة المصرية للاتصالات رخصة تقديم خدمات المحمول بدون ترددات في إطار الخدمة المرخصة أو الرخصة الموحدة، تتضمن حقوق والتزامات مماثلة لشركات المحمول المرخص لها. وسيكون للشركة المصرية للاتصالات الحق في الحصول على الترددات مثل شركات المحمول الحالية وفقا للشروط التي سوف يقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.